عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زيزي من قناة Easy English Learning. هنكمل مع بعض Unit 1 Primary 4 at the Pet Shop Part 3 الجزء الثالث. بيبقى دايما Part ده خاص بالفونيكس، يعني بالصوتيات، أو Sounds of Letters يعني أصوات الحروف. هنا عندي هندرس Unit 3 أسفة Letter U. Letter U يعني حرف اليو، Short U and Long U. short U and long U يعني U هي نطقه قصير ونطقه هو ايه ممدود او طويل. عندي اليو بتتنطق اه اه لو جه وراها حرف ساكن. عندي اول كلمه حشره البق بج، معلش هي مش واضحه بس هي بج بي يو جي، بج بي يو جي. هنا اليو ساوندز اه اه ب ب بج، ر ر رن يجري رن، اب اعلى اب، دك بطة دق، بس أتوبيس بس، كب فنجان كب فنجان، صن شمس صن شمس، رج دواسة أو سجادة صغيرة رج رج، لق يعني الحظ لق يعني الحظ، جم لبانة جم لبانة. طبعا كل الكلمات اللي فوق دي ريبيتد مكررة من قبل كده وسهلة جدا. عندي بقى اللونج يو، شوفوا بقى هي نطقها وهو ممدودة عامل ازاي. لما يجي وراها حرف الاي اعرفوا ان هي امتدت على طول، يعني ازرق بلو جلو اللي هو الصمغ، سو دي اسم فتاة او بنت، تون تون نغمة، تيوب تيوب انبوبة، فلوت فلوت اللي هو آلة الموسيقى، جون جون شهر يونيو، لوت لوت آلة العود. دي كلها ايه مقارنة ما بين short U and long U. الكلمات دي برضو تحفظ كويس قوي، تكرروها ورايا كتير. يلا نشوف الجزء الخاص بسؤال الفونكس. يقولي listen and circle the word with the short vowel. لازم نعمل دايرة على الفاول اللي صوته short قصير. بس بلو بس بلو، اني فيهم شورت فاول طبعا بس، تون اب تون اب اني فيهم قصيره في النطق طبعا هتبقى اب، رج سو رج سو اني فيهم شورت فاول يبقى رج، دك فلوت دك فلوت اني فيهم شورت فاول هتبقى كلمه دك. مش شرط تكون الكلمه طويله يبقى الفاول بتاعها طويل، لا ممكن تكون عدد حروفها كتيرة لكن الفاول بتاعها بيبقى شورت قصير. listen and complete with one word. يلا نكمل مع كلمة واحدة. the bug run on the rug. the bug run on the rug يعني ايه؟ حشرة البق بتجري على رج. the duck has blue glue مثلا. the duck has blue glue in the cup. he plays the flute يعني هو بيعزف على الفلوت. I go to school by bus. I go to school by bus طبعا بس هي اللي هتبقى ناقصة وهتكملوها في السبيس. read and write true or false. I can see a duck true or false طبعا true. The duck has a cup معاه فنجان طبعا true. The duck is in a lake هنا الدك موجودة في البحيرة هتبقى false ماشي في البحيرة هنا. The cup is blue الكب لونه هنا ايه blue؟ لا طبعا هو مش لونه ايه blue. read and circle the odd one out. blue red white run طبعا عندي 3 colors وrun هي اللي هتبقى مختلفة اعمل عليها circle. sun منى رنا سو دول كلهم اسماء بنات منى ورنا وسو لكن sun شمس هي المختلفة. bus car cup bike طبعا هتبقى كلهم وسائل مواصلات ما عدا cup اللي هي الفنجان. bug rug rabbit fish في عندي animals حيوانات او حشرات لكن رج هي السجادة. عندي look and answer the questions. what is this ما هذا طبعا اول حاجة هتيجي في دماغي اقول it's طبعا ده صمغ يبقى it's a glue. it's a glue.
Can he run؟ هل هو يستطيع أن يجري؟ طبعا هو بيجري at the picture أو في الصورة الولد ده. أقول yes he can. yes هنزل he الأول، أبدل أول كلمتين، أقول yes he can. أبدأ دايما الجملة بالفاعل، لكن ال questions بيبدأ بالفعل المساعد اللي هو can. Is it a duck؟ Is it a duck؟ عندكم هنا في الصورة number 3 أو ال picture number 3 كلمة duck طبعا هتبقى no it isn't. no it isn't. Where are the bugs؟ Where are the bugs؟ في هنا ايه البجز هنا فين؟ اقول طبعا where يعني اين، where يعني اين، هشيل ال where وهم قايلة they are، هما يكونوا on the rug. on the rug يعني على السجادة الصغيرة. طبعا دي على فكرة كلها حاجات كانت عندنا في برايمري 3 في الصف الثالث الابتدائي، ولكن احنا بنحاول نسترجعها مع بعض واحدة واحدة، وكأننا بناخدها لأول مرة. هناخد عليها تمارين كتير طول ما احنا ماشيين. اعرفوا ان ال yes or no questions اللي هو بادئ ب is و can، لكن ال wh question ما بجاوبش عليه ب yes or no، بجاوب عليه دايما على حسب أداة الاستفهام اللي عندي. لو where بجاوب بمكان، لو what بجاوب بالشيء اللي بسأل عنه at the picture، ويبقى عندي طبعا pictures قدامي بيتيسر لي جدا ان انا احط الايه الشيء اللي موجود في ال picture اللي قدامي في الصورة. ويا رب تكون اليونت سهلة عليكم كده وتعرفوا تذاكروها كويس، وعرفوني عملتوا ايه. وكان معاكم الزيزي من قناة ايزي انجليش ليرنينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.